لكنه دخل وقد استرجع دخل على جثمان المسجى جثمان النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة الشريفة. دخل عليه وقال: ليس البكاء وإن أطيل بمقنعي، الخطب أعظم قيمة من أدمعي، تالله ما جار الزمان ولا اعتدى بأجل من ذاك المصاب وأوجعي، فقد النبي فأظلمت كل الدنى، والحزن حل بكل قلب موجعي، ما زال بالقرآن فينا هاديا يهدي الأنام بنوره المتشعشعي.